في العالم وكل شيء مألوف والكل خلف انظر يا عمي مش محسوب يا حلو طعم المر وكل شيء مألوف والكل خلف انظر يا عمي مش محسوب يا حلو هتفضل حر ازاي بقى حنا كده يصعبك كافي ازاي بقى كده يصعبك كافي وكل رسمالك ما تجيب لي من الاخر بنغني مهرجانات من بعد ايوه معلم سالم. يا هلا وسهلا. اتفضل يا معلم. هتبقى بسرعه مخلص. واد مين؟ الواد اللي عندك جوه الدنيا مقلوبه تحت عليه. كلام اللي انت بتقوله ده انت بتتكلم على ايه؟ يا مخلص الواد اللي انت لقيته هنا. ما انا اللي حطيته لك. اصل انت مش فاهم يا مخلص. انا يعني لما عرفت اللي حصل يعني وشفت حالتك يعني في الكازينو كده بصراحة صعبت عليا وقلبي كده اتشحت في الله العظيم عليك. فأنا فكرت يعني قلت أكلم واد كده شوف لك عيل. فلاقي الواد ده قدام الجامع راح جايبه لي وحطيته لك هنا كده الحكاية خلصت. ما خلصتش. اتضح بقى إن الواد وأمه متخانقين مع بعض فأمه عايزة تغيظ أبوه راح تحط الواد قدام الجامع شوية واتصالحوا راحوا يدوروا على الواد ما لقوهوش قلبوا الدنيا وحكومة وبلاوي زرقاء. خش يا مخلص خش هات الواد ونبي وحياة عينيك لفه بملايه كده عشان ما حدش ياخد باله ونحطه فجأة قدام الجامع وكأن مفيش حاجة حصلت يعني. يلا يا مخلص انت هتصورني وأقول لك الحكومة تحت. لفه بملايه ها؟ واخد الواد ورايح على فين؟ الواد ظهر له اهله جايين عايزينه. واد مين؟ عطية يا سمر. عطية؟ هو انت مش قلت لي الواد مالوش اهل ولقيته على باب الشقة؟ هفهمك بعدين. الواد طلع له اهله وعاملين قلق تحت بيقولوا في حكومه. سيب الواد. مخلص احنا ما لحقناش نفرح. سيب الواد يا سامع. هو احنا ليه حصينا وحش كده؟ هو احنا يا اخويا عملنا حاجه وحشه في حد؟ ليه مقفله في وشنا كده يا مخلص؟ ما سيبنا يا سامع. سيب الواد عشان اهله عايزينه. خليه بقى في حضني الليله دي ويجوا ياخدوه بكره ما هي ليلاتي زي بكره اهله هياخدوه مش هيسيبوه. والليل ستار. سيب الوقت بص مخلص خصمك النبي قول لهم ان انا ربات وشربت كراويه يا مخلص. حاضر يا سمر. حاضر. وقول لهم ان انا لسه مغيره له.
حاضر يا سامي. استنى يا مخلص، استنى. الواد، الواد صدره بيزيق، خليهم يلفوا كويس احسن ياخد بالكم. سيبي الوقت يا سمر، سيبيه، ربنا يعوض عليك. سيبي الوقت، سيبي يا مخلص، سيبي الوقت. تصحى امي يا ابويا، سيبي الجهاز. دوب شويه كمان يا مخلص، ان شاء الله يخليك يا مخلص. شويه كمان مخلص. راضي يا رب، انا راضي يا رب. اتاخرت ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بقى على مخلص، فكها شويه. الله والله العظيم ثلاثه يا اخي، انا كنت عايز اخدمك واعمل معاك الصح، بس اعمل ايه بقى؟ انت اللي حظك في حبك تعمل معايا الصح. ده انا سايب مراتي بتموت في البيت، بتقدر خليك تعمل كده؟ بتسرع العيال وبتجري فيهم، انت تاجر رقيق. ايه يا مخلص اللي انت بتقوله ده؟ الله، ما انا اخد ناس بترمي على قدام الجوامع وبيودوها الملاجئ. انا قلت بقى اخدمك وانت اولى. مش بقول لك انت تاجر رقيق، بقول لك انت مجنون. خلاص ما تزعلش يا عم. ازعل ولا ما ازعلش، هتفرق معاك في حاجه؟ ما ان شاء الله اولع بجهاز. اتفلق، انت مش خدت العيل؟ العيل كان مالي عليا البيت انا ومراتي. خدت ايه يا مخلص؟ انا رجعته. خلاص يا سالم، احنا مستحيل ما نعرفش بعض. بقول لك ايه يا عم، انا مش عايزك تفكر لي في اي حاجه تاني. ما تفكرنيش يا عم، شيلني من دماغك. ماشي ماشي يا عم مخلص، بس خد بالك انا بحبك ونفسي اخدمك. حبني زي ما انت عايز، بس ما تخدمنيش. انا مخلص بقول لك يا عم سالم، مش عايز خدمات منك، مش عايز خدمات منك. خلاص خلاص خلاص، حصل خير. يلا يلا اشرب اشرب يا عم. سيبني في حالي، ارجوك سيبني في حالي. خلاص بقى مخلص. مش تخبطي؟ وانا من امتى بخبط؟ اهو من دلوقتي. وايه الجو البياقون ده؟ لسه في حد بيحط فلوس في صحاره الكنبه؟ هتعملي لنا فيها سنبل بعد المليون؟ ما انا مش عارفه احطهم فين، وبعدين وطي صوتك، الواد نايم. يا اختي افتحي لك حساب في البنك ولا اعملي لك فيزا، حتى عشان تنامي وانت مرتاحه. صدق اول مره بقى دماغك تشتغل في الصح. انا بكره هروح اي بنك وافتح حساب. اي خدمه، وافتحي لي حساب معاكي بقى. وافتح لك حساب ليه؟ وانا حرمكي من حاجه ولا بعز عليكي حاجه؟ عموما انا اللي تعوزيت له بيه، انا رقبتي سداد. بس بالمعقول؟ عايزه عربيه يا صباح. مش هجد عربيه. عربيه ايه؟ ما احنا لازم نجيب عربيه. ما احنا هنجيبها، بس واحده واحده، لا يقولوا علينا حراميه. هي العربيه بتيجي واحده واحده؟ ما هي تيجي ما تجيش. طب يا اختي اصبري على خير، امشي نامي احسن. عربيات ايه؟ عربيات ايه اللي هنجيبها بعد ما كنا بنغسل في العربيات؟ نشتري في عربيات ميله. يا اسطى حبيبي عم عادل، فينك يا عم؟ بقالك كتير ما بتجيش الورشه. يعني يا اسطى ده انت ليه نازل باب الورشه كده؟ قافلين يا عادل، مفيش حد يدي عشان نشتغل، واخر فلوس جت من الشغل اتصرفت على البيت. الله، ما انا مدي للحاج فلوس عشان يجيب حديد. مدي للحاج فلوس عشان يجيب حديد؟ الله، هي بقت كده ولا ايه؟ لا ما كده غلط يا حسين. غلط على مين يا عم؟ انا عارف حاجه. الحاج فين؟ في البيت يا ريس. الحاج فين؟ في اوضته جوه. ماشي. استنى يا جدع، مراته معاه جوه، ما يصحش كده. مالك في ايه؟ مفيش حاجه يا اماني، خليك انت في حالك يا عادل.
هو انا تايهه عنك يا عادل؟ قول لي في ايه مالك؟ مش هقول لك يا امان. ارتحتي؟ صلي على النبي يا عادل وقول لي ايه اللي بيحصل، مالك في ايه؟ بقول لك ايه يا امان؟ طب وطي صوتك يا عم، الحاج سعد مهما عمل ده اخوك الكبير برضه. ما هي دي المصيبه يا امان. لما حته الموبايل بص يا وليد. شفت انت؟ شفت البطانيه؟ يا حاج انا عادل يا حاج. خد الموبايل الجديد. لما يا ولاد بطانيه. ايه يا عادل في ايه؟ لا مؤاخذه يا حاج، روح انت اعمل لنا شويتين شاي اجل. منين يا حاج؟ ما السكر خلص يا اخويا. اتصرفي باي تلقيمه من اي حته واعملي حتى كوبايه شاي اجل. ماشي يا اخويا. حاضر. اتفضل عادل اقعد يا اخويا. خير يا عادل؟ هي الفلوس ما كفيش الشغل ولا ايه؟ لا هتكفي ان شاء الله. ما جبتش الحديد ليه يا حاج؟ اصل بعيد عنك جولي شويه برد امبارح كده قفشوا العصعوصه ما قدرتش انزل السوق. هنزل بكره ان شاء الله. لا سلامه العصعوصه يا حاج. انما انت بتسال ليه يا عادل؟ في حاجه؟ حد بلغك حاجه؟ دوست حسين قاعد في قلب الورشه وجايب ضرافها وبيقول لي مفيش شغل. ده حمار، انت سالت حمار، هو ده بيفهم؟ كله في الامان اخويا ما تقلقش. خش يا ولية. الشاي. مبروك الذهب يا منوس. يا ريت يا اخويا، ده صيني ذهب الغلابه. الله يبارك لها الصين دي، سطرت البلد كلها. ايه كارف ولا ايه؟ كان عايزك في ايه؟ انت مال اهلك؟ انت مالك انت؟ ايه دخلك في الامور العائليه دي؟ قومي يا اختي هات الموبايل نجري. طب اجري. ايش؟ أهلاً, اهلا اهلا يا عم زينهم منور الدنيا. الله يخليك، انا كنت هعتقدك في كلمتين كده والله مش اكتر. واني تحت امرك يا عم زينهم مؤمر. هو حضرتك لما كنت في بدايه الفلان والضفادع والحاجات دي مش كنت بترزق يعني؟ بس ده كان زمان يا حاج، بس يعني شغلانه مش قد كده. هي بس يعني كان ربنا بكرمك باذن الله يعني. يعني بس شغلانه مش قد كده ايه اللي فكرك بيها يعني؟ اصلا انا لما اخذ الظروف ملطشه معايا قوي، فقلت يعني مثلا لو تديني شويه الحاجات دي اهو بيعهم برضو ونرزق يعني والبركه فيك بقى. والله يا حاج يعني يا شغلانه حلوه وكلها مكسب. حلو. طب تخلي بقى الواد اللي معاك ده يجيب لي البواقي يعني الفران والبتاع الحاجات دي، انا باذن الله هحاسبك حاسبك لازم يعني. انا يا حاج من بكره الصبح ان شاء الله كده هبعت لك الواد حموكشي من القفص اللي عندي، في عندي شويه ضفدع وشويه فران باقيين وهجيب لك عليهم سعديه حبيبه قلبي هديه. لا ما انا متجوز. لا ما هي سعديه دي ضفدع انا بعزها يعني هجيبها لك هديه عليهم. بتعز ضفدع؟ يا حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرام انا حاج. جامع يا ابني. يلا حاج عشان اوصلك. اقعد يا مخلص عاوزك. اقعد ايه بس دي حصة شغل. اقعد بس. حاضر. خير يابا. دلوقتي يا ابني ربنا مش عايد لك انك تجيب عيال ومراتك. وانت لازم تسلم امرك لله. ونعم بالله. احنا اللي ادينا في ايه في حاجه زي كده يابا؟ شوف بقى، لا هو عيب ولا حرام انك تتجوز، وانت طبعا مش هترمي مراتك. واللي انا عرفته من امك ان المانع من عندها هي. ده ضحكت عليا قلت لي المانع من عندك. حقك عليها يا حاج، بس اعمل ايه يعني؟ مراتي وبحبها، انا مش عايز اكسر بخاطرها، ملهاش حد غير يابا. تكسر بخاطر مين؟ يا ابني الست الاصيله الطيبه هي اللي بتطلب من جوزها انه يتجوز عليها عشان يقدر يجيب له حته عيل، خصوصا اذا كان مقتدر زيك. طب انا بقول ايه؟ ما نجرب كمان مره، ما يمكن يحصل زي ما حصل المره اللي فاتت وربنا يسهل يعني. لا انا حكايه المحاليل والانابيب دي مش داخله دماغي، ده حتى العيل يطلع مش مظبوط لا قدر الله. اتجوز يا محسن. بس انا لازم اقول لها اخد رايها. ماشي اعرض عليها. طب افرض عرضت عليها وموافقتش يبقى ايه العمل؟ يبقى امرك لله، ولو ان انا متاكد ان سمر دي بنت اصيله وان شاء الله هتوافق. لا يا سمر اصيله، انا بتكلم عليا انا، هعرف اوفق بين اتنين نسوان؟ بتحصل بتحصل كتير يا ابني، ان شاء الله ربنا هيوفقك وتقدر.
خليها على الله يا ابو ان شاء الله. قوم موصلك. ما تكتكي، سكتي ليه؟ بفكر في حاجة؟ لا براحتك. ايه في ايه؟ معاكي تليفون؟ في ايه؟ لا ده تليفوني ومقفول. قومي معايا بهدوء. والله العظيم مقفول مفيش حاجة. قومي معايا بهدوء، قومي معايا من غير دوشة. اتفضلي. طب والله العظيم مقفول. ده ظلم وانت عارفه. اتفضلي معايا من غير دوشه. طب والله العظيم انت اتفضلي. فين؟ كان معاه سماعه وتليفون في اللجنه يا فندم. والله العظيم تليفون يا استاذ ومقفول اهو. بلاش حلفان، حد يدخل اللجنة ومعاه موبايل؟ نسيت، في دماغي مليون حاجة مش بذاكر. أنا شفتك فين قبل كده؟ أنا قمر يا أستاذ، أخت صباح، صاحبة الباركن اللي حضرتك بتركن عندنا. طيب، اتفضلي أنت روحي على اللجنة. حاضر يا فندم. وأنت من إمتى لبست الحجاب يا قمر؟ لا ده أنا لابسة كده بس النهاردة عشان مش عاملة شعر. ايه بقى؟ حضرتك هتعمل معايا الصح مش كده؟ المرة دي مش هينفع. أقل حاجة هتشيل المادة دي. بس خلي بالك من بقية الترم. بس كده ظلم، أنا ما غشيتش. كده على الله. حسبي الله ونعم الوكيل. أدي حظ الفقير. خد يا صبري. خدي ده عني. مالك يا بت؟ اتقفشت وشلت المادة ومركزين معايا مش عارفة اعمل ايه. تستاهلي عشان غشاشة. خلاص سيبك بقى وركزي معانا هنا في الشغلانة. ناقص لي ترمين واخد الشهادة. معقول مجهودي يضيع كده على الفاضي؟ مجهودك؟ طب ما تذاكري زي بقية الطلبة عشان تنجحي. مش حال مختك عندها سنتر. عموما عندك الأستاذ سليمان، خليه يراجع لك المواد. طبعا يا صباح، عايزين التزم واذاكر زي الطلبه. ده يا ربي الفشل اللي بقيت فيه ده. ده انت الفشل كله. صبريه، ايوه عملتي جداول السنتر؟ اه يا ست صباح، عملت 5 جداول وخمس محاضرات وكليه اداب وكليه تجاره برضه. تسلمي. ايش 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 جامد قوي الطقم ده عليك يا معلم، هياكل منك حته والله. شكرين يا سيدي، عقبالك. على فكره منيره. نعم يا بابا. انا ركبت قفل جديد، على الله بقى الفيران ما تدخلش. ها؟ لا ما تقلقش. أبا انت رايح فين بالشياكة كده يا بابا كده؟ افك نفسي شوية، مخنوق طول الأسبوع في الشغل. يلا سلام عليكم، مش هتأخر. هترجع تلاقي العشاء جاهز. بيقولك مش هيتأخر. ولا يتأخر وفي حد هيحاسبه. الله يرحمك ياما، ما كانش يهدلها بيل لو اتأخر بعد العشاء بساعة واحدة. وبالي كده يا رب لما أصل لوش الفجر كده. يا ابراهيم عايز نموت؟ لا حول الله يا رب. كل كلامي كده يا منيره واخداه بالمشقلب. بقول لك ايه، انا سعايه كده وجاي. طب ما تتاخرش. معلم سالم، وايه المكان اللي انت فيه ده؟ ده انا ما صدقتش عيني يا راجل وانا ماشي وراك. وتمشي ورا بتاع ايه؟ بتراقبني؟ ليك عندي حاجة؟ ليا. طب بس تعالى. يلا يا معلم.
قايلك يا مخلص ابراهيم قايلك يا مخلص الله فين السرايات تم البتاره كلها بالحق انت كاتبه على دراعك ايه عنوان بيتكو ليك عندي ايه يا سي ابراهيم اولا انت جد العيال اللي بتقول لي انا يا بابا تاني حاجه بقى ودي الاهم انك ابو مرات مش كده يا حمايه طب وطي صوتك وطي صوتك عيب عيب والفلوس اللي انت عملت ترميها زي الرز دي على النسوان المط مش عيب بقى يا راجل تستخسر الفلوس دي ببنتك وتيجي هنا ترميها ده حتى هي اولى انت جاي تربيني هنا ابراهيم ولا ايه استغفر الله العظيم اهدى ابراهيم اهدى عشان اعرف افهمك ولا اقول لك تعالى وانا فاهمك مش على الموضه انا فاهمك لا اجي ولا ما اجيش خلاص كده خلصت انا ماشي يا راجل تعالى هقعدك مع الرجاله عشان تفهم انا مش جاي تعالى بس تعالى عيب عيب ماشي كده قدام الرجاله اتاخر يا قشطه اه ازيك يا ايكا تعالى اقعد جنبي يا ريس مخلص منور يا ايكا منور اصحابها ايه يا عم انت هتحسب بين السيارات تم انا هنا في الكازينو لا صفوه بس وايه اللي بتشربوه ده اشربوا خمره برضه هيقول لي خمره يا ابني دي حاجات بتهدي الاعصاب والله اول مره اعرف ان البيره بتهدي الاعصاب طب ده انا باخدها عليك ايوه وبتدر البول ومفيده للكلى مفيده للكلى طب ليه بتعمل بس كده يا معلم سالم ده انت حتى راجل مصلي وبتاع ربنا مخنوق اهي وانا كمان مخنوق كلنا مخنوقين اه باين وبعدين اديك قاعد معايا في البيت بقالك 10 سنين عمرك جيت قلت لي مبسوط يا حمايه في حاجه مضايقاك يا حمايه مع ان انا الراجل الوحيد اللي معاه في البيت غلطان غلطان يا هيكا اشرب خفيف خفيف كده زي ولا انت مش قدها لا ده انا قدها وقدود طب اشرب يا هيكا اشرب اشرب عمره متاخر كده والساعه بقت 1:30 يا ترى راح فين انت يا معلم بنتك اوعى تروب هتسمع الجو اللي انت عايش فيه ده هتطين عيشتك بس يا بنات ما تقوموا تهزوا شويه كده يلا ابراهيم يلا ابراهيم خرجنا نفسك يلا وانت مش جاي معانا طب جاي يا حبايب حسن اوعى شوف الواد شرب كام ازازه وقال يقول لك حمرا انت مشتري مني بقى خد اللقطه دي لقطه ايه؟ فيديو كليب من قصادك ده عشان لو قال لي معاك تظبطه فكرة يا مخلص أنا هيمة الله 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 أيوة زوم عليه زوم عليه أه؟ أيوة كده أيوة كده أيوة كده حبيبي بس كانت خيبة عامل لي فيها جامد تعالى ماله يابا خير في ايه ماله ابراهيم ايه الخير يا اختي بس خش دخليه نام دلوقتي وبكره يحلها ربنا بس طمني يابا عمي انا عايز عايز ايه يا ابراهيم قول لي حبيبي عايز ادر البول بص يا بص بص منير دخليه الحمام الاول هيرجع ها هيرجع دخليه ينام يلا حبيبي حازم الفيران يا عمي فرقه ايه ده ايه ده يا ابو ريحه بقه وحشه قوي ايه ده يا ستي دخليه الاول وبكره انا هفهمك على كل حاجه يا منيره خش يا حبيبي خش 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 بول احسن الاحوال الشخصيه غير المسلمين انا مش فاهمك يا عم ريس انت عايز تطلعهم عمره ولا مش عايز شويه تقول لي اه وشويه تقول لي لا جرايه ابو مهاد انت بتسيح ليه كده الحكايه وما فيها اخر ان السيوله بتاعتي قصرت شويه المكن اللي جبته ولوت الورق اللي انا اشتريته برضه يعني انا قلت يعني اطلعهم من واسع انا لو عليا والله عايز اطلعهم كل سنه مرتين ايه رايك محروس تطلع مع ابوك وامك عمره لا لا خليني انا بقى للحج اكون حوش زي شويه ذنوب حتى هو دايما بيحب يستظرف المهم السنه الجايه ان شاء الله عايزك تطلعهم حاجه كده فايف ستار فندق ونظام مش عايزهم يتبهدلوا زي موضوع الخيم وكده لا اطمن المره الجايه ان شاء الله انا بنفسي طالع العمره ديت مع الشركه لا كده 100 100 انت تخلي بالك منهم هناك واحنا برضو نخلي بالنا منك هنا يا رب يخليك اه يتبهدلوا هناك اقلب الشركه بتاعتك مكتبها الصبح انا قدك يا عم مخلص حبيبك تأمرني كرمش نورت المكتبه السلام عليكم السلام مع السلامه صباح الفل يا ريس مخلص اهلا ازيك يا ليدا تعال بطل تعال
ايه اقعد اقعد تشرب ايه؟ لا ولا اي حاجه ربنا يخليك. عملت ايه؟ دي اقتصاد مجموعه الف. يا سلام. ودي ماليه مجموعه ب. ده تاريخ ادب. الله الله الله. ايوه حياتي انا عايزك تعدي بيا الحدود، عايزك تطير بيا طير كده جدع وهي. ان شاء الله ربنا يخليك ربنا يخليك. لا ده شغل 100 100. خلاص عد عليا بالليل وانا حاسب ان شاء الله باذن الله. انت بتكلم مين ليه ده؟ ده بس يعني ده واحدة زميلتي في الجامعة بترن عليا. اه شد حيلة. تمام ماشي حاضر. عد عليا بالليل. ها حاضر حاضر. بتهرب مني يا وليد؟ كنت في البلد ولسه جاي النهاردة. سافرت من غير ما تقولي؟ أنا لازم أستأذن ولا إيه؟ وليد ممكن أقف حتة عشان أتكلم؟ أبويا بعت لي فلوس على قد تعليمي، مش هعمل حسابه إني أقعد مع حريم. أنا حريم يا وليد؟ أيوة حريم. عندنا في البلد يقولوا عليك خلاص حرم. خلاص يا وليد كفاية، حد هنا كفاية قوي. مش خدت حقك؟ بعد إذنك. خير يا محروس. خير. جاي تقعد ليه؟ هنتسير مع بعض في حاجه دلوقتي؟ اهو ده يا عم، انا لسه مخلص المكنه طلعت عيني. طب ما تقوم شوف الكونتر، شوف الفلوس اللي داخله وخارجه دي. انت رايح فين؟ ايه؟ هتطلع تمسك ورق وانت ايدك مش شحامه كده؟ ما تغسل ايدك يا عم. اه حصل حاضر. حاضر ايه بس؟ هو انا لازم اقول كل حاجه؟ يا قلبك يا اخي. وكمان جاي لك نوم؟ فيه وايه ريحه الخمر اللي بوقك دي؟ ايه الدخله دي؟ قوم يا معلم حلني من اللي انا فيه. احسن ودين النبي خلي ده يشتغل ويقول على اللي شافه امبارح. انت بتهددنا ابراهيم؟ فوق يا فوق. انا عليك عبيط ولا ايه؟ خلاص لبستها لي انا يا معلم. ها وخلعت منها انت، بقيت انا اللي بشرب وبروح الاماكن دي. لا وفي موضوع تاني مش هتخرج منه. انت ليك صور مخلة مع البنات في الكازينو يا حلو. يا نهار اسود، ده انا اول مره اروح المكان ده وانت عارف. وانا عمري ما رحت الاماكن الحلوه دي قبل كده. طب والعمل ايه يا حمايه؟ بنتك قلبالي بوزها من الصبح وعامله لي شبطه. يا ابراهيم اهو شايف. والله انا ممكن اطلعك من الموضوع ده بس تبطل رغي. ها ماشي يا حمايه ماشي. يا منير تعالى. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت فقت من الدهوله اللي كنت جايه بيها ليله امبارح؟ في ايه يابا؟ اسكتي يا منير اسكتي. مش احنا ظلمنا الواد ابراهيم؟ اه والله ظلمناه. ظلمناه ازاي بس يابا؟ ايش حلو انت جايبه على كتفك من الدهو اللي امبارح وريحه الخمره فايحه؟ ايوه ما انت مش فاهمه، كان في ناس بيني وبينهم كده شويه مشاكل خدوه عشان يقرروا يعرفوا منه اسرار الشغل. ناس مين يابا؟ ناس انت تعرفي حد؟ فاكرين يعني علشان ابراهيم جوز بنتي وما هيعرف بقى انا بجيب الورق منين وبكام؟ خدوه بقى يا بنت يا منيره وقعدوا يسقوه في خمره يسقوه في خمره يسقوه. بس الحمد لله ابراهيم طلع حمار وما يعرفش اي حاجه عن الشغل. يا لهوي ده شغلانتك خطر على كده قوي يابا. ما انت فاكره يا منيره احنا بنلعب؟ ده احنا في مافيا يا بنتي، ده انا جبته من دق السبع. مش كده ابراهيم؟ احمد ربنا حبيبي احمد ربنا. يلا منيره يلا حبيبتي، روح اعملي لجوزك كوبايه شاي بنعناع كده وخلي معدته تفك شويه. ماشي يابا. ابراهيم وانت يا حبيبي لو عايز ترجع قوم رجع هتستريح. ده انت طلعت ولا بتعلم منك يا كبير. اتكل عفارق يا حبايبي. شفت القميص الجديد يا مخلص؟ حلو؟ اه حلو. القالب غالب.
مالك؟ من ساعة ما جيت وانت ساكت ليه؟ لا أبدا، بالي مشغول عشان الشغل والمكتبة و... لدرجة ان انت ما غيرتش هدومك؟ في حاجة حصلت في المكتبة؟ لا مفيش حاجة حصلت في المكتبة. في حاجة عايز اقولها لك بس مش عارف اقولها لك ازاي. رحت للدكتورة وقالت لك حاجة زعلتك؟ قول. ما انا خلاص بقيت جبلة وما بحسش. يا ستي لا انت جبلة ولا انا رحت للدكتورة من اصله. امال ايه؟ ما تتكلم. انا عايز اتجوز صبر. وفرحانين بيها وارسين سنين سودة وبلدنا موعودة بالفرحة والعودة لأجمل لياليها. يا فرحة منسية ومشتاقين ليها أيامنا مش هي. وفرحانين I'm not afraid.